أكد عبد اللطيف فميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع سنوات إلى ستة كما هو معمول به في عدة دول أنجلو ساكسونية. وأوضح الوزير خلال تعقيبه على أسئلة خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين أن إصلاح نظام التكوين في المجال الطبي يندرج في إطار مواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لفائدة كل الشرائح الاجتماعية، حيث يهدف هذا الإصلاح إلى الرفع من نسبة التأطير الصحي لملائمته مع معايير المنظمة العالمية للصحة. إصلاح نظام التكوين في المجال الطبي نطبق اليوم، مشى اللي دخلوا للسنة الرابعة نطبقها اليوم 6 سنين كجميع الأغلبية ديال الدول المتقدمة في هذا الميدان من غير فرنسا. هذا الإصلاح تيهدف بالنسبة للتأطير الصحي، راكم كتعرفوا الحماية الاجتماعية اللي تلقى سيدنا الله ينصرو، اللي خصنا نجاوبوا مع عندنا نقص بالنسبة للأطباء، بغينا نرفعوا من المقاعد هذا العام 20% حتى 26، غادي ندوبلو المقاعد ديال البيداغوجية بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. ورجعنا في هذه الظرفية هذه من 7 سنين ل6 سنين كيف ما هو معمول به، نعطيكم غير ألمانيا، نعطي إيرلندا عندها 5 سنين، نعطي ربما كندا فيها 4 سنين، الأمريكان بغينا يكون عندنا وما حيدناش ما نقصناش شي حاجة من غير دوك الفرص اللي ربما الطلبة ما كيستغلوهمش بالنسبة للتدريب ديالهم. وهذا الشيء ماشي درناه غير احنا في المكتب ديالنا، العمداء كاملين ديال الكليات اللي تناقشوا مع الطلبة وتناقشوا مع الأساتذة الباحثين في كلية الطب، وتفاهمنا على هاد من 7 سنين ل6 سنين. وبغيت نذكر بأن هذه الإصلاحات هي تتمشي في متطلبات ديال الجودة من خلال اعتماد أحد المقاربات البيداغوجية واللجوء إلى تكنولوجيات المحاكاة الطبية للسيمولاسيون، اللي اليوم رصدنا لها 32 مليون درهم باش نعاونوا جميع الكليات باش يديروا هذه المحاكاة، والسنين المقبلة كل سنة فيها واحد القسط مالي اللي غادي في التوجه هذا باش هادشي تاع المحاكاة تنكثروا منه.